كيف غلاك عاشق يا حلوة نهواك على دوانات خلاك معروفة للكل قوية مريم كيف غلاك عاشق يا حلوة نهواك مريم كيف غلاك عاشق يا حلوة نهواك على دوانات خلاك معروفة للكل قوية ديما ربايا للوطن الغالي صبايا غيرك منه يكون غلايا غيرك يا وطن مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج العصيه. تحياتي لكل من يتواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي تحمل اسم برنامج العصيه. كيف انتم عارفين هالصفحه بنكملكم ارائكم بتهمنا افكاركم اكيد تنور حلقاتنا ودعمكم الدائم لنا سبب نجاح برنامجنا لو انتم شايفين برنامج ناجح. اليوم في حلقتنا حنغطولكم كل ما صار داخل بديد بنغازي العصيه طيله الاسبوع اللي فات. حنمشوا بيكم لكلية الأسنان والدورة اللي عطوا فيها للطلبة وشون فيها هالدورة. حنشوفوا حملة التشجير اللي كانت داخل منطقة الكيش برعاية المجلس البلدي بنغازي. وحنمشوا لمعهد العادي المهن الهندسية والحفلة رائعة كانت لخريجات هالمعهد والشيء الرائع أكيد حنشوفوه بعدين في التغريب تاعها. لمسة وفانا اللي تورغة في الحلقتين اللي فاتن حنشوفوا اليوم شنو توصلنا وشنو قدمنا وكيف كان إجابة الناس معنا. مدت موسى بن نصير قالت لنا بنكرم عويلتي ونغير لهم أجواء مشوية وكانت أجواء أروع ما يكون كالعادة كاميرتنا كانت جادة. حمل التوعية طيب للأطفال من قسم الهندسة العسكرية وكيف تعاملوا مع مخلفات الحرب. ولمسة وفائنا اليوم حتكون لي المواطن الكادح. موضوع اليوم حتكون موضوع مهم جدا. آخر فقرة حنأخذوها في حلقتنا هو استطلاع رأي من داخل شوارع العصية على ازدحام المرور في شوارع العصية وخصوصا في وقت ما بين الساعة 12 عند الساعة 2. هذه هنا كل فقراتنا اليوم في حلقتنا اليوم من برنامج العصية. بيكم ومعاكم بسم الله نبدأ حلقتنا اليوم العصية بنغازي. بنغازي روحي بنغازي بلسم لجروحي. إنجازات رغم التحديات هذا هو شعار الدورة اللي تعطي فيها كلية الأسنان للطلبة اللي عندهم. قلت الأسنان قالت لازم نعطي طلبة اللي عندي دورات إن كيف ينموا المواهب اللي عندهم وكيف يتعاملوا مع التحديات الجاية كيف يكونوا شباب وبنات يخدموا المستوى الدراسي هم فيه والوطن اللي هم عايشين فيه. تعال شوفوا التقرير وكيف كانت الدورة لكلية الأسنان في العصية. The subject was very interesting and very organized, and I would like to thank you and at the same time ask you. What it is, the interview came. This is my question. How this Eliza, she can be quantities? The interview came because as I know Eliza is going to talk about the decision. اليوم العلمي الثالث انشأناه سنة 2010 وكان اليوم العلمي الأول، واليوم العلمي الثاني كان في سنة 2012، وهذا إن شاء الله الحمد لله رب العالمين نحن قدرنا إن إحنا ننجزه اللي هو في 2016. طبعا اليوم العلمي يعني الأهداف متاعته من أهم هو التعريف بالأبحاث العلمية
الحث على الأبحاث العلمية في كليتنا. طبعا هو يخص مجال طب الأسنان، نحن 9 أقسام مختلفة، فنحن ممكن نتعرف من خلال الأبحاث هذه عن شغل الزملاء في القسم الآخر هكذا. في نفس الوقت الأبحاث هذه يستفيدوا منها الطلبة متوعنا، المعيدين، زملائنا من خارج سوى الكلية أو خارج حتى مدينة بنغازي، يجونا من جميع الأماكن. حاجة أخرى من الأهداف تاع اليوم العلمية هي التعريف بالتقنيات الجديدة. طبعا احنا عارفين التقنيات الجديدة في المواد في الأجهزة هذه باستمرار كل سنة، فنحن كمكان أكاديمي كلية طب الأسنان بنغازي فنحن الأقرب للشيء هذا، فنحاول حتى نبينوا أدفانتج يعني شنو الحاجات يعني مثلا الكويسة فيه، الحاجة مش كويسة فيه كمواد كعمليات تكنيكية أو إلى آخره. دانيا دوال، طبيبة امتياز بكلية طب وجراحة الفم والأسنان، أحد الأعضاء المشاركين في اللجنة التنظيمية اليوم العلمي الثالث بكلية طب وجراحة الفم والأسنان. اليوم العلمي الثالث عندنا في الكلية أنه هو يوم مميز جدا، أنه هو يضم كل الدكاترة، كل شخص مثلا عنده بحث أو ورقة علمية أو كان عنده كيس ريبورت ولا كان برزنتيشن أو بوستر يعرضه في خلال اليوم هذا. طبعا اليوم هذا يكون فيه استفادة للدكاترة كلهم، لما هم يتعرفوا على شغل بعضهم، يتعرفوا على إنجازات مبادرات بعضهم، برضو فيه استفادة للطلبة المشاركين إنهم هم يأخذوا فكرة إنهم هم يعني يأخذوا فكرة مستقبل إنهم يكونوا مشاركين في الأيام العلمية الثانية، وفي فكرة فيه برضو يعني حتى استفادة للكلية نفسها لأنه يساعد في رفع الرانك بتاع الكلية. الدكاترة اللي هم جونا من برا يقدمونا في أفكار جديدة ومحاضرات جديدة، فتعم يعني الاستفادة بصفة عامة للجميع. هو نفس ما قلت لك أننا نديره فيه كل سنة، لكن طبعا السنة هذه كان في ظروف صعبة بالرغم من كل الظروف اللي تمر بها مدينة بنغازي، لكن كانت الاستجابة جيدة، الحضور كان ممتاز جدا. والله هو اليوم العلمي طبعا تظاهرة علمية بالدرجة الأولى، تعنى بآخر التطورات وآخر الأبحاث اللي في مجال طب الأسنان بالدرجة الأولى. واليوم العلمي الثالث لكلية طب الأسنان جاء في وقت طبعا حرج شوية وحساس لما تمر به مدينة بنغازي من ظروف صعبة، وهو طبعا تحت الشعار إنجازات رغم التحديات، وبالفعل يعني والحمد لله كانت الاستجابة كويسة من الزملاء، خصوصا من أعضاء هيئة التدريس في الكلية وحتى الزملاء اللي خارج الكلية الممارسين العامين، والحمد لله يعني لغاية اللحظة هذه واليوم العلمي ماشي بمسق كويس وناجح جدا جدا ناجح جدا جدا. بنغازي روحي، بنغازي بلسم لجروحي. وفق الله جميع الطلبة والطالبات في كلية الأسنان، ونتمنى من جميع كلياتنا داخل بنغازي الحبيبة سواء كان في مجال الطب أو المجال العام، ياريت كل كلية تعطي هالدورات للطلبة، تعطيهم دورة كيف تتعاملوا مع الأيام الجاية وصعوبة الحياة في الأيام الجاية. أنتوا عارفين بأن بنغازي تبي منا نشاط وحيوية وتفاؤل رغم التحديات. وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالتعاون مع المجلس البلدي بنغازي وكشاف مشدات ليبيا والهلال الأحمر في بنغازي، كلهم قالوا لازم نديروا حملة تشجير للعصية بنغازي. عارفين بأن الأماكن الزراعية واجدة، لكن كلها أو ممكن نقول معظم إن هي عبارة عن طين وتراب وبس، فلازم إحنا نعبوا هالأماكن بالأشجار والأشياء اللي تعطي مكان كويس وتعطي منظر كويس داخل شوارعنا الحبيبة. تعال نشوف كيف كان تكاثف في العمل، حتى المواطنين كانوا معاهم وخشوا فرحوا بهالأشياء، صبايا ورجال، وكانت أجواء أروع ما يكون. تعال نشوف كيف هالتقرير وشنو هم شباب وبنات العصية بنغازي. موسيقى
بسم الله، عبد الرؤوف الخضر، المتحدث الرسمي لبلدية بنغازي. طبعا اليوم انطلقنا في حملة لتشجير مدينة بنغازي تحت شعار نغرس لأجل بنغازي، نغرس لأجل الأمل. طبعا هذه الحملة بإشراف قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية بمدينة بنغازي، وبالتعاون مع المجلس البلدي وعدة قطاعات أخرى، كذلك بالتعاون مع الأندية الرياضية داخل مدينة بنغازي، كشاف بنغازي، مفوضية الكشافة، والهلال الأحمر. طبعا ابتدأنا من هذه النقطة من حديقة بمنطقة الكيش، أشرف عليها أحد مواطنين بنغازي الصالحين يدعى خليفة القبايلي، بارك الله فيه على مجهوداته في هذه الحديقة الطيبة. الحديقة موجودة مقابل الكيش، كانت نقطة انطلاقة من عيادة الكيش. هدفنا غرس الأمل في بنغازي، تجديد الأمل. طبعا الحرب قائمة، يحاربونا بالموت، نحاربهم بالحياة. بدت من المجلس البلدي بنغازي، ومن الأخوة في الزراعة، ومن جماع كل الخيرين في المدينة، بخصوص أن ننظفوا هالحدائق ونزرعوا هالحدائق ونزيلوا كل الأكشاك الموجودة العشوائية الموجودة في الحدائق. نداء لكل اللي عنده كشك عشوائي على الرصيف والله في الحديقة، من اليوم هذا، من التاريخ اليوم هذا، ان اي كشك في المدينه في يلمه ويحول البضاعه اللي فيه، لان حيتم ازاله الكشك. ما عادش فيه تهاون ولا مجاملات على حساب المدينه. المدينه حتنظف من كل شيء، من الدواعش ومن الدروع ومن الفاسدين ومن الحاقدين ومن كل شيء، حننظف مدينتنا. فلذا نصيحه اخويه لكل من عنده كشك عشوائي على الرصيف ولا داخل الحديقه، لان حيتم ازالته. طبعا هذه الحملة كانت في منطقة الكيش في التغيير شفناه، وما زال الأيام الجاية حيكون في حملة أخرى في كل منطقة داخل عاصية بنغازي، ونتمنى إن شاء الله بتحرير كل المناطق اللي موجود فيها اشتباكات، ونخش من جديد ونزرعوها ونعمروها وتكون أروع ما يكون بإذن الله تعالى. المعهد العالي للمهن الهندسية كانت في حفل تخرج رائع جدا، وكان لنا الشرف ككامة العاصية موجودة، وكان لي شرف أنا شخصيا بتقديم هالاحتفال الرائع جدا، بأن حوالي 24 خريجة وخريج واحد فقط لغير. الحفلة كانت رائعة، الأجواء كانت حلوة، اللقاءات كانت أروع ما يكون. لقينا الأباء، الأمهات، الحموات، لقينا الأصدقاء والأصحاب، وكلهم ما بين الضحكة والزغروتة والابتسامة من أجل الحفلة الرائعة اللي هم تخرجوا فيها بنياتنا وشابنا من المعهد العالي للمهن الهندسية. تعال نشوف الأجواء اللي كانت أحلى ما يكون في هالتقرير. وتحية لهم جميعا كخريجات وكأعضاء طاقم التدريس بهذا المعهد. بها مدينة بنغازي، ولكن نحن جميعا كإعلام، كطلبة، كجيش وطني، كشرطة، كأي حد موجود داخل هالبلاد يعطي ويخدم وما زال يكمل في مسيرته. تحية لكل أعضاء التدريس، تحية لكل مدرس، تحية لكل مدرسة، تحية لوزارة التعليم اللي رغم الصعاب ورغم إغلاق الجامعة وإقفال أغلبية المراكز التعليم، إلا أن هم حاولوا أن هم يكافحوا ويدبروا أي وسيلة
ان هم باش عيالنا يكملوا قرايتهم ويستمروا في هالمشوار. جبنا الشهاده تغمر قلوب الاهل احلى سعاده، يلا عسى افرحنا دوم في زياده. ففي النفوس الخيره عقول انتجت وايادي ابدعت، فاستحقت الشكر والثناء لكل من بذل جهدا طيبا وسعى لرفعة نفسه ووطنه ومؤسسته التعليمية. أحيي طالباتنا واللاتي أحرزن التقدم والرقي بجميل خصالهن ورفعة أخلاقهن. اليوم نحتفل بكم ونبارك تخرجكم، فهنيئا لكم مواصلة التقدم حتى تصلن إلى أعلى المراتب العلمية. طالباتنا لتكن دائما في الصدارة، وجعلكم الله ظفرا لهذا الوطن. يا فرحة الغردة والكل ولنا ما لا تغصون الفرح اليوم معنا اليوم معنا دوتنا عش بالفرحة احتفلنا وتحقق الحلم يا بعد يوم نجحنا نبسم ونور الفرح بالعين يقرا بنت بلادي هي بنت بلادي دوم ما ترضى بالسيء فزعة وقت المحنة ونموت دونها نحنا ونخاف عليها مدام روحي حية والبنت اللي بيا بنت بلادي هي بنت بلادي دوم ما ترضى بالسيء فزعة وقت المحنة ونموت دونها نحنا ونخاف عليها مدام روحي حية. باهي بنيات اليوم اللي جات معنا شنو نقول؟ انت شيء يفرح شيء يفرح واجد والله. بنغازي خاف عليها توا طبيعي يا اخي. لا ما اللي عندنا مع الجمله اللي بهم خاف عليها بنغازي في عيوننا يا اخي والله. الله يحفظك يا اخي بنغازي. الله ينجيك. حياك يا عويس. اسمع
حلوة فرحة النجاح وفرحة الآباء والأمهات، واللي عجبتني جدا أن الفرحة موجودة رغم ما صاير في العاصية بنغازي. من أجوالك نحن نحاول نصنع هالفرحة بنجاح وقرايتنا، ونحن ندخل البسمة على وجوه هلنا اللي تعبوا وقابونا ونجحونا. ربي يخلي كل أبائنا وأمهاتنا ويرحم كل أمواتنا بإذن الله تعالى. تورغة والحملة اللي بدنا لهم طيلة الحلقات اللي فاتت، حلقة فاتت والقاولة درنا حملة لأبناء مدينة تورغة الأشقاء اللي قاعدين معنا داخل مدينة بنغازي العاصية، اللي هم حوالي 5 سنوات يعانوا من النزوح، نزوح من الوطن والنزوح من الراحة النفسية والنزوح حتى من حقوق البشرية. شكرا لكل من تواصل معايا في حملة مساعدة نازحين تورغة في أيام الشتاء اللي احنا عايشين فيها وكل ما قدموا. تعالوا نشوفوا هالتقرير اللي حبيت ان انا نصوره من أجل شيء واحد، لا للسبق الإعلامي أو الشو الإعلامي، إلا نحن بنوروا للناس ان أي حد جاب حاجة حطيناها في مكانها، وأي حد مدلنا أي شيء وصلنا لأصحابه. تعال شوفوا كيف كانت فزعة شبابنا وكيف وصلنا هالأشياء اللي جانا لمدينة تورغة. من برنامج عصية درنا حملة لجمع تبرعات وجمع الملابس الشتوية لنازحي مدينة تورغة اللي عايشين داخل عصية بنغازي. في بعض الناس جاوبت معنا، للأسف أنه كان العدد بسيط جدا ما بين 8 مواطنين تقريبا أو 9 فقط لغير. في منهم من جانا في القناة من نساء من رجال، في من نحن مشينا لعند مقال اللي هو قاعد فيه. حاب نشكرهم جزيل الشكر ونقول أنا نتمنى إن كانوا يكونوا مشاركات أكبر منك، ولكن الخيرة فيما اختارها الله. في بعض الناس جابونا ملابس وبارك الله فيهم، اللي جاء غسلهم في مغسلة وجات مطبقات كويس. نحن كفريق العمل داخل قناة ليبيا رسمية بصفة عامة كلنا حاولنا نحن نقسموا هالشغل وقسمناها بطريقة نوعا ما إنسانية، ما تكونش مثلا شيء عشوائي. قسمنا الملابس كلهن في 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 أكياس بشكل منظم جدا ما بين الرجالي نساء أطفال. أطفال طبعا قسمين، في اللي جاب حاجات خاصة بالبنات، في اللي جاب حاجات خاصة بالعيال. هو هذا بس فقط غير التمويل المعونة الشتوية اللي جاتنا في حملة بنغازي العاصية. باش يكون الموضوع أكثر شفافية وأكثر وضوح، في مواطن بارك الله فيه طبعا بدون ذكر أسماء تبرع لنا بمبلغ مالي قيمته 1000 جنيه. ال1000 جنيه احنا قلنا دائما نقدموهم للناس وعارفين احنا مش حديروا أي حاجة إن العدد كبير جدا، فخذينا به مجموعة دفايات. هالدفية طبعا ان صاحب المحل ايضا حب نشكره انه هو ساعدنا في سهم نقص فيهن مبلغ كبير جدا. لما قلنا له احنا هذين مشلينهن لنازحين مدينة تورغة، فما قصرش معانا بارك الله فيه وساعدنا في السعر. هذه هي المعونة اللي جمعناها من شباب العصية بنغازي لنازحين مدينة تورغة. لتو حليب بإذن الله تعالى مع كاميرتنا ومع شبابنا هناخذوا هالشيء الاشياء اللي عندنا وحنمشوا غادي. نحن صورنا هالشيء من اجل شيء واحد، مش عشان مثلا شو اعلامي او اي حاجه، او نحن بنور نحن قدمنا حاجه نازحين، ولكن باش يكون في مصداقيه وشفافيه بيننا وبين المشاهد. باش كل من جاب حاجه جاب فلوس او جاب الملابس يحق ان تبشى مشى وصل للناس. طبعا عشان ما ننساش في ايضا من خارج مدينه بنغازي من باش نقول منطقه عشان ما يضيعش ايضا الاجر، تبرعنا مجموعه احذيه للبنات طبعا كلها حاجات جدد في باكواتهن. فقال هذا المباراة بنغازي دازت لي عن طريق شخص بارك الله فيه. حنشوف مع بعضنا توا حاليا وكيف ما قلت لكم جديد، ونأكد لكم بان احنا غطينا وصورنا توا باش نوروا للناس ان اللي جاب حاجه نحن شلناها لاصحاب الموضوع، ما خذناش مثلا حاطين في حواشينا او احنا وزعناها على اصحابنا. هالحمله اللي تورغه، فتوا حاليا نمشوا معاكم بسياراتنا لعند كامبو اللي فيه نازحين تورغه ونسلموهم هالملابس. رب إن شاء الله ربي يثبت الأجر لكل من تبرع بشيء واحد للنازح داخل عصية بنغازي.
مشكورين هم ابناء بنغازي صراحه. الله يعافيه جميل، ربي يحفظكم. هنا هو طبعا شويه اللي جن، لكن هذا احنا قد الجدال اللي في التلفزيون جن شويه من شباب، يكفي شباب من صبايا ورجال من بارك الله فيكم. جميل هذه، وهذا اقل شيء انت وجودكم هنا هو بروح هذا دعم نفسي، قبل يكون دعم معنوي ومادي للناس هذول. بارك الله فيكم، حابين نديروا حاجه اكثر منك، لكن هذا اللي قدرنا بها. ربي يحفظكم، بارك الله فيكم، زين حسناتكم. واكيد احنا كنا واحد، كنا ابناء مدينه واحده في دوله واحده، امنا ليبيا، صدر حنون بنغازي. بارك الله فيك. الله فيك. بارك الله فيك. بمعنى مش مجاملة، برنامج العسية، برنامج أنا سميك إبراهيم تورغي قلب بنغازي النابض، برنامج العسية قلب بنغازي النابض، ورسالة كل مواطن ليبي من مدينة بنغازي. مشكورين، بارك الله فيك. بنغازي روحي، بنغازي بلسم لجروحي. ربي يحفظ كل خوتنا وخواتنا، وشكرا شكرا شكرا بجديات للناس اللي تواصلت معي، شباب وبنات. صح وكان العدد شويه، كميه شويه، لكن الخيره في اللي جات منكم، وانا متاكد ان لو في ناس اكثر شافوا هالحلقه كانت تواصل معنا. على فكره في ناس تواصلوا معي من خارج مدينه بنغازي، بس للاسف ما كانش في اي تواصل بيني وبينهم باش يجيبوا الاشياء اللي عندهم، ولكن النيه سابقه، وهذا هو اللي بنوصلوه، بان ليبيا وحده. شرقنا غربنا بيض سمر بنغازي تورغا، كلنا خوت عايشين فوق ارض واحده، فالحظنا الطيب وحظن العصيه بنغازي. مازت موسى بن نصير قالت عيالي تعبوا وقروا، ونبي نغير اجواء شوي. انتوا عارفين بان العويله هم اكثر من يضرر باجواء الحرب وصوت الصواريخ، والقريه جاتهم توا ملخبطه، يوم في مجموعه صبح، في مجموعه عشيه، في ايام يجي ايام يجيش، فقالوا لازم يديروا اي شيء نغيروا باجواء. طبعا كاميرتنا كانت موجوده، والشباب ما قصروش، تعالوا شوفوا كيف كانت فرحة عويلتنا والأجواء اللي كانت رائعة جدا جدا مع منسة موسى بن نصير. مشاهدينا الكرام، طبعا كنا عارفين بعد عودة المدارس العامة للدراسة أن عويلتنا محتاجين هم يغيروا أجواءهم نوعا ما، محتاجين يجين يطلعوا من أجواء الحرب وأجواء صوت الصواريخ. فبعض المدارس العامة قالت أنا لازم ندير أجواء نغير بها المود بتاع أبنائي الصغار، بالذات البنين. نعرفين الشباب الصغار هم أكثر ناس يضروا بالأشياء هذين. اليوم مازة موسى بن نصير دايرة احتفال لأبنائها من عدة نواحي. أول حاجة هي عودة الدراسة المدرسة العامة من قرب امتحانات الفترة الأولى بإذن الله تعالى، تمام كلهم من التوفيق، وقالوا إحنا حاولوا إن نوصل الصورة للعالم بأن بنغازي مازال فيها الحياة، وإن المدارس العامة فيها البسمة وفيها الفرحة وفيها دراسة أفضل ما يكون. تعالوا بعدنا نخش جوا المدرسة ونشوفوا شنو أجواء احتفالهم اليوم بعودة الدراسة مدرسة موسى بن نصير. جميل ان نخشر في البسمه في وجوه عويلتنا، والاجمل ان نحن نحاول ان قرايتهم
ما تكونش عائق لهم في حياتهم، وان الرفاهيه ما تكونش عائق لهم في قريتهم. ورساله نوجهها لاولياء الامور، المدرسه تقري لكن ما تحفظش. يعني وليدي لما يروح مدرسه قام لازم معاه، شنو خذيت اليوم يا باتي؟ تعال وريني شنو قريت. راجعوا عيالكم، شوفوا مكتباتهم شنو فيها، شوف نواقصهم. مش عبادنا العيله مش المدرسه وجا المدرسه وخلاص. المدرسه اي نعم تعطي الاساسيات، لكن العبء الكبير على الهل وعلى الام والبات. بات اطلع وغير جوك واخدم، اخدم واشتغل ودير جوك. لما تروح شوف عويلتك، الام اشقي بحوشك وبعيالك وضمي طيب واكلي واشتغلي وروحي. في الاخير قاز مع عيالك، عيالنا محتاجين لكل واحد فينا يصب معه، بالذات في الايام الجايه. حمله توعيه رائعه جدا للاطفال. هالحلقه احنا حاولنا احنا نكثروا او لقينا الاشياء واجده خاصه بالطفوله. تعرفين الاطفال لازم نفهموهم كيف الحياه تكون ماشيه، بالذات مع مخلفات الحرب. قسم الهندسه العسكريه بمدينه بنغازي الحبيبه قالوا نحن لازم نوعوا عيالنا يدنا بيدهم، وكنا معاهم داروا دورات رائعه للطفوله كيف يتعاملوا مع مخلفات الحرب. تعالوا نشوف قسم الهندسه العسكريه والدوره الاروع ما يكون. هي طرق الوقاية من الخامس للقضايا العفوية كيف تتعامل معها. أول حاجة لما نلقى شكل وظيفة رايحة في مكان ما نتعاملش معها ما نقربش منها، أول شرط اللي هو نديرة مثلا وليدة صغيرة بنية صغيرة لقيت وظيفة إن هي تحاول ما تقربش، إن هي تحاول تبلغ مثلا أبوها أخوها جارها، لأن لما تحقق القضية هذه ما تتعاملش معها، لأن القضية هذه تسبب الوفاة أو تسبب قطع الأطراف. وأنتم عارفين مدينة بنغازي المعاناة اللي تعاني منها هي القضية العشوائية. تعلمت اليوم اني لما نلقى جسم غريب نكلم اهلي او نتصل بالهندسة العسكرية. انا اليوم استفدت من استاذي بان بعد الحق اي جسم غريب نعدي نقول لحد كبير عسب يجي يحاول. رجال الجيش والشرطة حترد بنغازي أحسن من قبل بإذن الله، هتلعبوا وحتزردوا إن شاء الله في أقرب وقت. بنغازي هي أروع مدينة في الكون، بنغازي مدينة الحرية والسلام والجمال، بنغازي أحلى مدينة في الكون، بنغازي هي تنتصر، هي تنتصر. بنغازي روحي، بنغازي بلسم لجروحي. ربي يحفظ عائلتنا من مخلفات الحرب، وربي يحفظ قسم الهندسة العسكرية، وربي يحفظ كل واحد يحب أن يعطي شيء فيه فايدة لأبناء العاصية بنغازي. دوينا على هالموضوع ندعو على لمسة وفائنا اليوم. لمساتنا في كل حلقة حنلتمسوا شيء إيجابي وشيء سلبي. نعتذر منكم، حنسكروا هاللابتوب وحنطلعوا حاجة من تحت الطاولة، شكارة الخبزة. حنحكي شوية على موضوع الخبزة داخل مدينة بنغازي حبيبة. ناقص الخبزة قاعد عندنا، ناقص في الخبزة أي نعم، عندنا ناقص في الدقيق أي نعم. المجلس البلدي لجنة الأزمة قالوا جبنا دقيق، وقالوا وزعنا على الكوش، وقالوا نحن قاعدين مش مقصرين مع عرب بنغازي، وهذين هن إمكانياتنا. أي شيء قصروا فيه معانا إلا الخبزة. نحن الليبيين والبناغزة بالذات وكنا كلها بالخبزة. عيب لما يقعد مواطن بنغازين ومواطن ليبي يتمنى الخبزة، وعيب لما يكون مواطن يطلع من حوشة 4 الفجر باش يصبي على طابور الخبزة. معقول نحن وصلنا هالدرجة؟ قلتوا حلينا أزمة الدقيق،
وقلت وزعنا على الكواش الدقيق. معقول الكوشة تفتح يومين بعد يقول لك والله ما عادش عندي دقيق؟ معلش يا جماعة المسؤولين على موضوع الدقيق والخبزة، كم تعطوا فشوال انتوا للجماعة؟ بليش الحلوانية والمحلات الكواش والكواش اللي يديروا في البريوش والكعك هذوما عندهم دقيق؟ هل ان الدقيق بتاع الدولة ينباع؟ الله اعلم. صدقوني صدقوني والله العظيم ثلاثة لو انتوا كليتوا مالنا ومال ليتنا مش هتربحوا. لكن يا اخوتي راهو الخبزة راهو شيء مهم. اللي خلاني اليوم جبت شكارة الخبزة هذه قبل الحلقة من بدري توجهت لمحل ناخذ منها شوية حاجات، لقيت عنده خبزة ما شاء الله مستفى، قلت له ما شاء الله في خبزة متوفرة. قال لي فيه، لما خذيت الخبزة اللي تفاجأت فيه أو عفوا اللي تفاجأت فيها الخبزة خبزة شامية. أول حاجة الفردة صغيرة ورقيقة ما ناك شيء. الشيء المضحك في الموضوع هذا كله معايا 1 2 3 4 5 6 7 هذين كانوا في شكارة الأمانة. معقولة 7 فردي خبزة شامية بجنيه؟ على الدنيا السلام. الزمان الشامية كانت بخيرة هكي وكان 40 فردة بجنيه، كان فردتين بخمس قروش. معقولة توا 7 فرادي خبزة شامية بجنيه؟ به أنا لما نكون عندي عائلة عندي عيال وعندي ناء وعندي ظنوة كيف كديش بنوكلهم؟ ناخد بعشرة جنيه الخبزة كيف هذه شنو نبي نوكلهم؟ هذه شامية يا سيدي يقولوا هذا شيء مش خبزتنا. بس خبزتنا اللي احنا في الكواش، الكواش وينكم؟ الدقيق وين؟ يا مسؤولين اتقوا الله فينا، اتقوا الله في المواطن الكادح. سادنا دره كبل، سادنا زحمة البنزين وزحمة المرور وانقطاع الخبزة وانقطاع الضي وانقطاع حتى الراحة. تلعبوا في خبزتنا؟ سادنا احنا عايشين من غير مرتبات، سادنا مصارف ما فيهاش تموين، ما فيهاش فلوس. يعني انا موظف عندي راتب قاعد في المصرف مش قادر اسحبه. يعني شو تبوا منا بالضبط؟ شو تبوا من المواطن اللي عايش داخل مدينة بنغازي؟ هل ليبيا كلها تعاني؟ نعم ليبيا تعاني، بس في ناس حالهم غير حالهم خير من حالنا. نحن واجد علينا، لا في فلوس في المصارف، لا في بنزينة في التوى بنزينة نوعا ما، ها لا في غاز إلا بالطوابير وبالواسطة، لا في خبزة، لا في ضي، والضي لما ينقطع تنقطع معاه المية، وإحنا في شتاء وعز السم. كيف تبوها؟ ما نشعر. أو من اللي وراء هذا كله؟ هذه الأزمة هذه مفتعلة. نداء موجه للجنة الأزمة داخل مدينة بنغازي الحبيبة أستاذ عبدني بن رابحي، أنت حاليا المسؤول الأول والأخير قدام المواطن الليبي. سيد عمار البرعسي رئيس المجلس البلدي بنغازي، أنتوا حاليا دولتنا داخل بنغازي. عارفين بأن الشيشنا مسكر عليك من فوق الله غالب، بس أنا مواطن ما ليش علاقة بالشيء هذا، المواطن الكادح الخبزة. تعالوا ونزلوا كلكم تنزلوا للشارع، ممكن طبعا مسؤولين ما ينزلوش للكواش لأن خبزتهم تجيهم اللي عندهم، أو ممكن دقيق قاعد عندهم. معقولة شوال الدقيق ينباع في المحلات بمية جنيه؟ اللي مكذبني انزل واسأل. ما تقول الشركس عايش برا بنغازي، أنا قاعد داخل شوارع العصير. شوال الدقيق بمية جنيه، باهر المحل يبيع في الدقيق، منين جاب الدقيق؟ جاب قمح وطحنها في الحوشة؟ كذبة. أكيد شراء هالشوال من شي كوشة بيع ذمتها بيع ضميرها. لما لجنة الأزمة تسلم للكوشة دقيق ونجي بعد يومين نلقى الكوشة مسكرة، كان كم؟ والله ما عاش عندي دقيق. معقولة الدقيق سمت لك كم لجنة الأزمة أو الناس مختصة بالدقيق قعد يومين وكمل؟ بالكواش اللي تخدم توجد وعنده خبزة، منين جابين الدقيق اللي عنده؟ جابينها من برا حتى هما ولا منين؟ فلازم من لجنة الرقابة الحرس البلدي هنا اليوم نشد على أيديكم مراقبة الجودة. ياهو 7 فرادي بجنيه خبزة شامية مش لهالدرجة. خبزة السندوتشات كانت فرتين من فرتين بخمس قروش، توا 20 فردة بجنيه. هيك كبر الخبزات لقمة، كان واحد عنده عيل دبة راح فيها معاش ياكل شيء. تبونا ناكله جاري؟ الجاري شن يبي؟ حتى لو بنديروا حساء الحساء يبي دقيق، والدقيق منين؟ نبي نديروا مقطع باش نوفروا علينا الخبزة، المقطع يبي دقيق. يعني الدقيق راهو يعني ما تلعبوش فيه، هذه لقمتنا. ألعب في أي حاجة، اسرق خلاص، سرقت وبينا فيه الكفاية يا هو. يعني خلاص شن تبوا المواطن يدير؟ وين يعدي المواطن؟ شن يبيع باش يشري؟ أنا شاب مثلا، أنا نحكي عن نفسي، بيتي فيه اثنين أنا وزوجتي بس. يعني لو فرد لو شكارك كيف هذه تسدني في اليوم، معناها شو بتسدني شكارة؟ 7 فرادي خبزة شامية. لو أنت يا مسؤول لو تمشي الطوبر قبل صلاة الفجر على الكوشة، أقسم بالله العظيم ثلاثة هتحس بينا اليوم من دون أيام الله.
الساعة 4 قبل الفجر بواجد، قلنا بلكي الكوشة اللي جامنا هنا في شبنا تو نلقاها فاضية نجي نطوبها. نطلع الساعة 4 بما يقارب فوق 20 ولية و10 رجال. لما تطلع ولية الله غالب ممكن تكون أرملة، تكون مطلقة، تكون ما عندهاش راج، رجلها مقعد، أي حاجة عندها ماشية تطوبر. من 4 الفجر طلعوا الصبيان يطوبروا على الخبزة باش توكل عيالها. الراجل يسيب شغله وماله وحاله يطبي على الطابور خبزة يتمحمط في هالسقع باش يفطر عياله وشنو؟ ونعطيك بجنيه لا أكثر ولا أقل. الجيل الكوشة يقول لك تاخذ بجنيه، كم فردة بجنيه يا فلان؟ 20 فردة صغيرة أو 4 أطوال، فردة بربع جنيه. صولكم بالله ورسول الله، لو أنتم مش ليبيين قولوا لنا، لو أنتم اللي قامزين على الكراسي مش ليبيين قولوا لنا، لو أنتم يا أصحاب الكوش بعتوا ضميركم لهالدرجة سالكم خلاص، بعتوا درتوا كنز فلوس واغتنيتوا بمال حرام كيف ما نقولوا بالعامي حريقوا بك. فيا ريت يا ريت يا ريت نرحم المواطن الليبي البنغازينو. نحن العصية من داخل بنغازي، أنا ندوي على أزمتنا المفتعلة داخل بنغازي، أقسم بالله بأن أزمتنا مفتعلة. تبونا نشقوا بالخبزة بالدقيق باللوكال بالخضرة، حي على الخضرة. الحلقة الجاية كان بعض الأمر حنجيب لكم صفرة الخضرة، صفرك نص كيلو نص كيلو، شوفوا الأسعار كيف تكون. فياريتكم تتقوا الله في بنغازي واتقوا الله في الأزمة المفتعلة داخل بنغازي. الشعب يسكت يسكت يسكت، لكن لو انفجر شن بينما. نسأل الله أن يلطف بحالنا وحال كل عرب مدينة بنغازي. شهد الله الجنة الله الحمد زاد علينا واجد واجد واجد. تعالوا نمشوا هالتقرير ونشوفوا عرب بنغازي في شيعان أخرى. نزلنا بكاميرا العصية وكان معي زميلي أحمد العبيدي في عز الشمس، وقلنا نشوفوا زحمة المرور واختراق المرور داخل شوارع العصية بنغازي. كانت الصورة أروع ما يكون. تعالوا شوفوا هالزحمة وأين رجل المرور من شوارع بنغازي العصية. مشاهدين العصية أهلا بكم، نحن حاليا قاعدين داخل شوارع بنغازي وفقرتنا هذه على ازدحام مرور واختناق المروري. حنسأل المواطنين في رأيك شنو سبب الزحمة؟ هل هي من كثرة السيارات؟ هل هي من تدريس الخاطئ؟ هل هي أن واحد طالع عندهاش مدير وخلاص قاعد يمشي المشي وقتي؟ حنشوف رأي المواطن اللي داخل مدينة بنغازي وشنو رأيه في الازدحام المروري واختناق السيارات. السلام عليكم. وجهنا السلام عليكم. مرحبا أستاذ. صحة طيبة. شداير؟ نحكوا على زحمة المرور، في رأيك أنت شنو سبب الزحمة؟ المدارس والجامعات في الان واحد، المدارس بدي يطلع انتوا والجامعات بدي يخش الجامعه بعد الظهر. نعم. وكمل دعكه مع بعض. في رايك شنو الحل؟ الحل لازم تحل طريق البلاد. حل الطريق مش توسع. ان شاء الله. ربيتك صح موافقين شباب. ان شاء الله ديما طيب. ان شاء الله ديما عامرين. ربي يحفظكم ان شاء الله. السلام عليكم. كيف الحال؟ وماشي انت تو؟ تو؟ ماشي عند جامع البدري. في رايك كم تاخذ وقت على بشوص غادي؟ والله على دعاك لي تو هذا نقول ساعه ونص. في رايك صراحه صراحه شنو سبب الزحمه في بنغازي اليوم هذه؟ سببها الناس، كان الناس كل واحد يوسع باله ويمشي الامور ان شاء الله. ربي يعطيك الصحه يا رب. يسلم. زحمة داخل مدينة بنغازي في نظرك شنو؟ للأسف مش من بنغازي والله، لكن شعرنا في زحمة زيادة على اللازم، يعني زحمة واجدة. زحمة واجدة على اللازم. رأيك هل أن الناس مش محتمين إشارة المرور ولا الشوارع مسكرة ولا شنو؟ نتيجة تقريبا قفل بعض الشوارع. شو اللي تمناه؟ تمنى تنفرج على البيت كلها إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. ربي يحفظك. ربي يكون في عونك إن شاء الله يا رب. مرموحة. مش طريقة فاكر نفسك ماشي لوحدك في الطريق، شارع ده ولا سيرك ولا ما عادش حد بيهمه شيء. دي مش طريقة فاكر نفسك ماشي لوحدك في الطريق، شارع ده ولا سيرك ولا ما عادش حد بيهمه شيء. ما هتيجي لحالك. زحمة داخل مدينة بنغازي، في رأيك شنو سبب ده؟ محدودية الشوارع اللي تستخدم في الحركة، لأن معظم الطرق الشريانية والرئيسية بنغازي بظرف الاشتباكات مغلقة، فالازدحام متركز في شوارع معينة بس.
نعم. في بعض الناس قالوا في شباب يسوقوا في سياراتهم هم عند ما يديروا يلعبوا في البلدك على الابيض، في دول ولا ما اعتقدش، ما فيش واحد يطلع يضحي ببنزينته وسيارته الا عنده مصحب يقضيها، يعني تو كيفنا مروح بنتي من المدرسه غير مروح من المصرف ماشي يسحب في مرتب، كل انسان عنده ظرف يشتغل به يعني. طيب يعطيكم الصحه وصلك طيبين ان شاء الله. الله يسلمك. بس شنو حالك؟ الله نصلي على النبي، ربي يحفظك ان شاء الله. رايك في زحمه المرور داخل بنغازي منيش؟ والله كثره سيارات يا برق، عرفتوا كثره سيارات في حال المرور قاعد شايف شغله انت شايفه ولا هو مقصر؟ ربي يحفظه ما شاء الله عليه والله. الله يسلمك. ربي يحفظه. خير يا سمح ما شاء الله، ربي يحفظه ان شاء الله. شو جو الزحمه معك اليوم؟ ينقلها زحمه بكل والله. في رايك شنو السبب؟ السبب الناس اللي معطله يجي يدرس وسط الطريق، مفروض يدرس على اليمين ولي لا يدرس لك وسط الطريق. ربي يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك. هذا سبب واحد اخر، خلينا تو لقينا ثلاث اسباب، واحد ان هي سيارات واجده، الثاني شوارع مسكره، الثالث قال لك ناس تدرس غلط. السلام عليكم. كيف الحال؟ رايك سبب الزحمه بغازي شنو؟ ما تشوف فيها بعينك انت. شنو سببها؟ في رايك؟ والله سببها تسكير الطرق اللي مسكرات هذين وطلعت المدارس في وقت واحد. هذا هو السبب. ربي يفرج على الجميع. امين يا رب العالمين. شو جو الزحمه معك؟ والله ماشي الامور الحمد لله. رايك شنو اكثر شيء سبب الزحمه بغازي؟ والله اللي ما عندهمش حاجه يطلعوا يداوروا، هذي ما هم اللي مسببين الزحمه، لان بنزين رخيصه وقاعدين يلفوا يمشوا في وقتهم يعني. يمشوا في وقت. يصلح الحال ان شاء الله. خير سلمى. قلنا برا شوارع زحمه، لكن في بنغازي شوارع فاضيه، وهي قدكم تعالي احمد حوم الطريق، هاي شوارع فاضيه نصها فاضيات، لكن وين الفاضيات؟ فاضيات داخل المناطق اللي مسكره من اليمين ومن اليسار. هنا تعالوا معي شويه شوفوا، هنا طريق فاضيات لكن شنو حتى مع طريق فاضيه قاعدين فيها زحمه، يعني مسكر طريق بكل مكان وقاعدين زحمين زحمين، ايش قدكم شعب معصي البناغزه يا هو؟ دي مش طريقه، فاكر نفسك ماشي لوحدك في الطريق. شارع ده ولا سيرك ولا ما عادش حد بيهمه شيء. الزحمه داخل مدينه بنغازي في رايك شنو سببها؟ والله كلها تخلط على بعضها، هي كلها جت يعني كلها تعرمت في بنغازي في منطقه واحده يعني. شايف ان سبب الزحمه هو الكثافه السكانيه؟ السكانيه والمصارف والمدارس، حتى انها تسمى كلها زحمه يعني. راجل مرور قاعد في الشارع ولا مقصر؟ ما فيش وين مرور، وين ما فيش مرور بكره انا. مشاهدينا الكرام، هالسمافرو احد اسباب الخنقه داخل مدينه بنغازي، ممكن انه سبب واضح قدامك انه غياب راجل المرور اليوم. لقينا في السمافرو الثاني في ثلاث شباب من المرور، هنا ما فيش ولا شرطي من المرور، شباب المدنيه هم قاعدين، شباب المنطقه هم اللي نظموا في حركه السير، ممكن هذا سبب من اسباب الازدحام داخل مدينه بنغازي. هل حاجه عندك كلمه بيقولها على زحمه المرور؟ ما بعرف شيء نقول لك صراحه، المفروض في واحد مرور هذا يجيب المرور يحطوه هون. نعم اربع ساعات خمس ساعات واحد يقعد يرى ماخوله. ان شاء الله خير. ربي يعطيك الصحه يا اخوي. دي مش طريقه، فاكر نفسك ماشي لوحدك في الطريق. شارع ده ولا سيرك ولا ما عادش حد بيهمه شيء. بنغازي روحي، بنغازي بلسم لجروحي. شفتوا هالتقرير وشفتوا كيف كان زحمه السيارات وكيف كانت زحمه الشوارع. طبعا في سمافروات كان فيها رجال مرور قاعدين، ما شفتوا في هالتقرير مافرق هليس كان فيه ثلاث شباب يخدموا ما شاء الله عليهم قاعدين ينظموا حركه السير في عز الحمو في عز القيله، لكن السمافرو اللي قبله ما فيش حد، في رجال مرور شرفاء يخدموا كانوا قاعدين وكانوا شايفين شغلهم رغم نقص امكانيات، وفي رجال من المرور مش قاعدين. يا رجال المرور لو عندكم نقص في رجال المرور قدموا نداء عبر شاشتنا، قولوا نبوا مثلا متطوعين يخشوا، لكن لو عندكم وحدين وراقدين طلعوهم بالقوه، جيبوهم خدموهم مش حل حتى قرشه. بنغازي في الايام تعاني من ازدحام في كل مكان. نحن اليوم صورنا راه ممكن في المنطقه المحاطه قريبه من القناه، لكن لو مشينا بيكم لشبنا وحي السلام وجزيره الطياره وبودزيره والكويفه وسي خليفه انسوا انسوا، ما عادش تطلعوا بك. زيدها يا زايد من المحلات اللي غادي والمصانع الرخام ورحمة الله على كل من هم في الجبانة
وكل والشيلات اللي غادي محلات الخضرة والمنطقة اللي تمت هي منفس بنغازي. زحمة زحمة غير طبيعية، سيارات كثرا اي نعم، رخصا واجدات اللي يجي يسوق. فلازم اليوم يا اخوتنا كل واحد في المرور ينزل ويلبس لبسته، وصدقوني حتكون بنغازي معاكم قلبا وقالبا. الناس تحب المرور انه هو يكون قاعد، لو تشوفوا ديما ربي ما يغيبكم، ربي يعطيكم الصحه، ربي يحفظكم، ديما تلقى المواطن لما يحب مرور يفرح كانه حق الدنيا واللي فيها. فياريت من كل واحد ينزل يتعاون معهم، وتحيه خاصه نوجهها للشباب المدنيه اللي في المناطق اللي ينزلوا وينظموا في حركه السير. تحيه لكراج مرور، شوفوا شغله يا اخويا اللي قاعد راقد في حوشك، البس بدلتك وانزل سلم مخيي مش تحلل رزقك، ما توكلش عيالك مال زقوا. احبابي اخوتي وخواتي اهالي وناسي واصحابي، انتهت حلقتي معاكم اليوم في برنامج العصية. ان شاء الله نكون كفيت ووفيت معاكم كل ما صار داخل العصية بنغازي الاسبوع اللي فات، وان شاء الله ربي يأمن بلادنا ويحفظها ويرعاها من كل شر، قولوا امين. اي شيء تبوه يطرح معنا في برنامجنا، صفحتنا على الفيسبوك موجوده باسم برنامج العصية. الخير موجود والحالة الطيبة موجودة، واعرفوا دائما بأن بنغازي كيف فيها موت فيها حياة، كيف ما فيها دمار فيها عمار، وكيف ما فيها صوت للرصاص فيها صوت الأمل ينبع من أبناء العصية بنغازي. تحية الكم وكل فريق العمل، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم. ربي يرعى يخليها تبقى بنغازي.